السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم متابعي قناة عالم المعرفة والطب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تسليما كثيرا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرواغب وحسن الخواتم ويستسقى الغنام، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لله. انا بس ليا رجاء من حضراتكم قبل ما نبدا الفيديو، يعني يا ريت بس عشان انا الفيديو بتاعي ما بينتشرش الناس كتيره وبلاقي ان المتابعين بيزيدوا دليل على ان المحتوى بيعجب الناس، بس هو مش بينتشر ليه؟ لان في ناس كتيره ما بيوصلهاش اشعارات بالفيديو. فمن فضلك الناس المشتركه القدام اتاكد انك مفعل الجرس، والجديد بقى يا ريت تشترك، وانت بتشترك تدوس على الجرس الموجود وتختار الكل. انا اسف ان انا يعني ده طلب اطلبه منكم، لان في قنوات محتوى كتيره ورغم كده المشاهدات عندها اعلى من عندي، فاتمنى ان حضراتكم يعني ده طلب صغير من حضراتكم. النهارده بقى هنتكلم عن كوارث وكتيره جدا في الكره المصريه. اول كارثه اختفاء جميع الكؤوس والدروع من الاتحاد. تخيلوا كل الكؤوس اللي حصلت عليها مصر مش موجود كده، لا شويه ميداليات صغيره كده ملهاش اي لازمه، والدروع اللي حصلت عليها مصر اختفت. طبعا هتضيع الحقيقه زي ما حصل معايا بالظبط في العربيه بتاعتي، في الحاجات اللي كانت موجوده في شنطه العربيه، لان انا رحت بيها للكهربائي ورحت بيها الكلام ده قبل ما تحصل لي الحادثه. كان عندي عربيه وكنت بعمل فيها شغل، فلفيت بيها على كام صنايع كده لقيت حاجات اختفت منها. اروح للكهربائي يقول لي شوف الميكانيكي، اروح للميكانيكي يقول لي شوف بتاع ما اعرفش ايه، وهكذا. والحاجه وكذلك بقى اتحادات سابقه، بقى الاتحاد الحالي جه يتكلم قال هنجمع الكؤوس، قال لك مش موجود. المهم انهم راحوا سأل احمد حسن اللي واخد اخر كاس امم افريقيا سنه 2010، قال لهم مش عندي ده، انا اديته للاتحاد. احمد حسن بيقول يا ريت لو كنت اعرف ان الكلام ده يا ريتني كنت خليته بقى. فتخيلوا الكؤوس اللي خدت بيها مصر والميداليات اتاخدت ومحدش يعرف هي راحت فين. يعني دي كارثه بكل المقاييس. الحاجات ديت ممكن ما تكونش ليها قيمه ماديه، يعني انت لو لقيت كاس كده هتاخده بس تحطه وتنظفه وتحطه في البيت كده، لكن قيمتها المعنويه كبيره جدا جدا يعني. فما اعرفش مين اللي خدها، هل يعني توقعوا مين؟ الله اعلم. نيجي بقى، طبعا احنا عندنا هنا بوريدا عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ورغم ذلك في وطبعا انتوا عارفين ان صاحبنا بيأيد هنا بوريدا لرئاسة الاتحاد تأييد تام. امبارح الاتحاد الافريقي ادى علامات ان خلاص دوري ابطال افريقيا الدور قبل النهائي هيتأجل لشهر 10. طيب انت فين دورك يا عم هاني؟ طبعا التأجيل ده غالبا لصالح الاندية المغربية. لو فين دورك يا عم هاني؟ زي نائب رئيس الاتحاد الافريقي المغربي فوزي لكع اللي واقف دفاعا عن نادي الوداد ونادي الرجاء ونادي نهضة بركان اللي هيخوض برضه قبل النهائي، وكل دول تصميما على ان الانديه المغربيه تاخد حقها وان النهائيات تتعمل بعد انتهاء الدوري المغربي. فين دورك يا عم هاني؟ احنا الاتحاد المصري والاندية المصرية رتبت نفسها على ان في شهر 9 هتلعب ماتش الاياب برا وهتيجي ماتش الذهاب هنا في اكتوبر. ليه الاتحاد الافريقي وفوزي لكع تحديدا يفرضوا ارادتهم على الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري يمدوه كان ينصاع؟ بيقولوا في اجتماع يوم الخميس، كان الاجتماع المفروض في شهر 12 عشان قرب الانتخابات الاتحاد الافريقي، الاجتماع هيتعمل يوم الخميس الجاي علشان خاطر خلاص هيبلغوا الاتحادات المصرية والمغربية وغينيا المشاركين في البطولات الافريقية ان خلاص المباريات هتتأجل لشهر اكتوبر. ده في انحياز سافر للاندية المغربية، وده يديك مؤشر وخوف على الاهلي في الاول انها تبقى في موازنة، ممكن تبقى في موازنة ان الزمالك والوداد يلعبوا النهائي والوداد ياخد البطولة، وطبعا ده حاجة هتسعد جدا معالي المستشار
هو المهم ان يشوف الخطيب فاشل ويقول انا اتفوقت عليك يا خطيب، انا وصلت النهايه وانت لا، لكن مصر فين وسمعه مصر فين محدش هيبص لها. يعني الطبيعي تظروف طبيعيه والبطوله تتلعب كان الاهلي والزمالك هيلعبوا النهائي ويفوز من يفوز، لكن دلوقتي من الواضح تماما ان الاتحاد المغربي طبقا مع الاتحاد الافريقي ان تتلعب المباراه النهائيه ما بين الوداد والزمالك وياخدها الوداد، وان نهضة بركان برضو يتراضى وياخد البطولة على حساب بيراميدز. عملية معقدة، فما كناش هنتحرك ونتكلم من دلوقتي خلاص تأكد ان حقوق الاندية المصرية راحت. ف قضيتين مهمين، مين سرق؟ ما هي سرقة الكؤوس والميداليات والدروع وكل الممتلكات التاريخية للاتحاد للاتحاد المصري، البطولات اللي حصل عليها والميداليات والدروع اللي حصل عليها منذ إنشاء الاتحاد الأفريقي سنة 54 وحصول مصر على بطولة كاس أمم أفريقية أكتر من مرة. فين كل الميداليات والكؤوس دي؟ ده سؤال لازم يتسأل. وكل الاتحادات إن ما ظهرتش، وان ما ظهرتش كل الاتحادات اللي مرت مع اخر ظهور للميداليات والدروع دي مسؤول عنه. محدش يقول لا ده مش في فترتي، ده انا مش دورت في فترتي. الحاجة التانية، السيد هانا بوريدا اللي مرشح، اللي هيرشح نفسه للاتحاد الافريقي وما قدمش خدمات للكرة المصرية، بيقدم للزمالك وقدم للمصري من كام يوم لما شال من عليه العقوبة، لكن بيجي لحد الاهلي مفيش، لحد الاهلي ما بيقدملوش اي خدمات ولا اي دعم في الاتحاد الافريقي، مع انه المفروض مصري بيمثل مصر وليس بيمثل الزمالك والمصري. فاحنا دلوقتي اذا كان السيد هنا بريدة مش هيكون ليه دور، احنا مش كده كده مش هنسنده في الاتحاد المصري، وبالتالي مش هنسنده في الاتحاد الافريقي. وواضح ان السيد احمد ماشي ورا الاتحاد المغربي، الاتحاد المغربي هو اللي بيوجهه وهو اللي بيحدد كل شيء. وعشان كده اقول لكم ان استمرت المهزله دي دوري ابطال افريقيا هيبقى مغربي بالثلث، وهتبقى فيه ترتيب والكونفدراليه، وهتبقى فيه ترتيبات وترضيات لبعض الاشخاص اللي ما بتبصش الا تحت رجليها انها تاخد لقب وهمي انها تاني بطوله افريقيا مقابل ان البطوله تروح من مصر. مرتضى منصور امبارح في تصرف غريب، كان استضاف احمد المرغني. انتوا عارفين ان احمد المرغني ليه اتجاهات انا ما كنتش راضي عن استبعاده وعلى انه اتظلم، لانه كان ليه بعض الاتجاهات ضد الدوله واتجاهات اخوانيه اللي كان مستبعد علشان كان قال تصريحات ضد الدوله وتصريحات مش كويسه ضد الدوله. فاستضافه امبارح مرتضى منصور واظهر نفسه انه بيديله فرصه تاني في الحياه، وقال له انا ما انا سيساوي وانت لازم أن تندمج. الغريب في الامر انه وصف محمود الخطيب بان محمود الخطيب رجل وطن. يا سيدي ما عرفتكش والله انا كده، محمود الخطيب بتاع خليه ابو سنيده اللي عامل لك فيديو مفابرك بقى راجل وطني؟ ولا عشان الانتخابات قربت؟ سمحت يا محمود يا خطيب، وقف الخلايا الإخوانية الإلكترونية اللي بتهاجمني على السوشيال ميديا علشان خاطر دول تابعين للإخوان وانت راجل وطني. هو ده اللوب اللي بيقول على الخطيب راجل وطني. أولا أنا عايز أقول لك على حاجة، 99% أنا ما أعرفش بقية الناس، 99% أنا واحد من الناس اللي بيهاجموا مرتضى منصور ويهاجم محمود الخطيب لو بقت نفس سلوكياته وسلوكيات مرتضى منصور. انا لا تابع لخلايا، لا تابع للاهلي ولا تابع للجزيره ولا تابع للاخوان ولا تابع، انا تابع لنفسي. والكلام ده انا بقولته، اي حد بيكتب عناوين وبيكتب عناوين مثيره وبيعمل فيديوهات، بيعمل فيديوهات لنفسه عشان يروجها، عشان اليوتيوب يظهرها، علشان خاطر هو يستفيد. والكلام ده انا قلته بطريقة او باخرى في اطار ردي على السيد تركي الشيخ لما اتكلم عن مصطفى الكاشف. انا قلت يعني هو تركي الشيخ قال جملة مهمة جدا في موضوع مصطفى الكاشف، انا هشوف مين اللي وراه. فلما كنت بقول ان مصطفى الكاشف بيعمل عناوين مثيرة والخطيب يؤدب الشوال،
وعلى فكره انا ممكن احط لكم العناوين، ومرتضى منصور يقتحم الاستوديو، دي ما هحط لكم العناوين هنا، لان الناس زعلت مني بتقول انت بتهاجم مصطفى الكاشف. انا مش بهاجم مصطفى الكاشف، الصور اهي اربع عناوين ورا بعض، مرتضى منصور يقتحم الاستوديو على احمد شوبير، وما شفناش فين الاقتحام ده يا عم الحاج. انت ليه بتدخلني تضيع وقتي، تضيع وقتي واخش اشوف فيديو هو اقتحم امتى الاستوديو؟ اربع اهو حضراتكم الصور اهي، عشان الناس بتقول انت بتهاجم مصطفى الكاشف. انا قلت مصطفى الكاشف راجل محترم واحنا وراه واحنا جنبيه ومحدش هيقدر يمسه، بس في نفس الوقت ما تحطليش عناوين خادعه اخش الضحك عليا. وفي ناس ردت عليا وقالت لي فعلا العناوين بتاعته مفبركه، معظمها مفبركه، دي كان اعتراضي. الجمله بقى الخطيره اللي قالها تركي الشيخ في موضوع مصطفى الكاشف، هنشوف مين اللي وراه. انت كده بتجيب مشاكل للاهلي لما تقول الخطيب يأدب الشوال، هيعتقد ان الخطيب هو اللي قايل لك قول الجمله دي، ولا الخطيب لا أدب ولا الخطيب عمل، الخطيب في حاله، الخطيب ساكت في مشكلته، الخطيب بيعالج اموره. وانا نفسي اسلم على الخطيب عشان تكونوا عارفين، وما دخلتش النادي الاهلي ده الا وانا في ثالثه اعدادي، ومره تقريبا كانوا كسبوا بطوله ودخلت انا واولادي واحنا كبار كده اتفرجنا على الاحتفالات. انا ما اعرفش الخطيب ولا اتعاملت معاه، ولا يعني انا سلمت على لعيبه كتير في الاهلي وانا صغير، كنت بخش واروح وانا صغير لعيبه كتير، وشفت الخطيب في الاستاد كذا مره بيلعب، لكن انا ما اعرفش الخطيب شخصيا، بس انا بدافع عنه. الراجل في حاله، انت لما تكتب عنوان الخطيب يؤدي بالشوال، اي حد يعتقد ان الخطيب قايل لك ايه اكتب العنوان ده، وهو الراجل اللي ادي بالشوال ولا جه جنب الشوال، الراجل في حاله، ده اللي انا كنت اقصده. انتوا بقى شايفين ان مصطفى الكاشف راجل محترم، انا شايفه راجل محترم ما قلتش حاجه، بس في نفس الوقت اي واحد محترم لازم نفرمله لو هيسبب الاذى للغير. انا قلت ايه غلط؟ ادي اهو العناوين بتاعته حضراتكم، حاطط لكم العناوين. مرتضى منصور يقتحم الاستوديو على شوبير وشوبير يفتح على الرابع، ده بيقول لك سيف زهر يفتح على الرابع، سيف زهر اللي عامل زي الميه لا بيودي ولا بيجيب، ودايما يقول لك ده كويس وده كويس، بيقول لك يفتح على الرابع ويفرم مرتضى منصور. ايه يا عم؟ ما شفناش عمرنا في سيف زهر فرم حد، حرام عليك. الناس بتخش اليوتيوب عشان خاطر تسمع معلومة، تلاقي عنوانك بتخش لك، عشان كده انت بتعمل لك 30 40 الف مشاهدة، والناس بتطلع من الفيديو. هيعمل لك، بص يا مصطفى اقول لك على حاجة يا حبيبي، انت ده ممكن يأذيك اصلا ان الناس تخش الفيديو ما تلاقيش المعلومة تطلع، هيعمل لك ارتداد ارتداد وحش. ده رأيي في قضية مصطفى الكاش. اللي عايز يهاجمني بقى يهاجمني، انا بقول الكلمة بينه وبين ربنا. المهم طبعا مرتضى منصور ده اللي جاب الموضوع، موضوع الخطيب ان مرتضى منصور بيقول عليه راجل وطني. طبعا احنا عارفين ان مرتضى ان الخطيب راجل وطني واحسن منك واكثر وطنيه منك كمان، لكن مش مستنيينها منك، وانت ليك غرض حاليا عشان الانتخابات وبعينك انك تشوفها، مش عشان خاطر الاهلاويه بس، شعب مصر كله شافك وشافك وانت بتهين الشعب وبتهين الناس، ومش هيقبل انك تبقى موجود من المجلس. اذا دخلت المجلس هيبقى فيه غلطة في الانتخابات كلها، وده يدي للناس الطعن على الانتخابات ان انت تحديدا تكسب الانتخابات. معلش انا اسف لانفعالي في موضوع مصطفى الكاشف، لان انا توجهت لي كلام كتير واساءات كتير، وعشان كده انا برد على حضراتكم. اشكركم واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وتاني لو ما تنسوش لو حضراتكم كنتوا مشتركين في القناة قدام، ياريت تتأكد انك مفعل الجرس، وممكن تدوس على الجرس وتحتاج تفعيل للكل عشان يوصلك اشعار لو كنت بتحب القناة او القناة عجباك. مش عجباك اتمنى يعني اذا كان الموضوع ده ضعيف فهيبقى موضوع قوي، اتمنى ان القناة تعجبك، واتمنى ان اشوفكم دايما في كل خير وسعادة. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.